فقرتنا دي بقى كلها حيوية ونشاط، هتدينا كده طاقة إيجابية وهنقدر نتحرك ونتحمس ونقوم نلعب رياضة، عشان زي ما قلنا لكم كده في الأول خالص اللي عايز يلعب رياضة يقوم كده يبدأ معانا. هنتعلم النهاردة كام حركة، لأنه النهاردة ضيوفنا هم كابتن زينب وبنتها الجميلة كابتن صفا، مدربين لياقة بدنية. هنتعرف منهم أكتر على فوائد ممارسة الرياضة، وهنشوف بعض التمارين للبطن بقى وللجسم كله نقدر نعملها إزاي. وكابتن زينب أو زوزو زي ما بنحب نقولها، زي ما بتحب إن احنا نقول لها، هتقول لنا إن العمر مجرد رقم، وإن أنت تقدري تمارسي الرياضة في أي وقت وأي زمان وأي مكان. يلا بينا نبدأ فقرتنا، واوعوا تروحوا في أي حتة عشان تشوفوا التمارين عملي على الهواء وتتعلموا تعملوها ازاي صح، واللي عايز يعمل معانا كده يقوم يبدأ ويبدأ يسخن، علشان هنتكلم كلمتين وبعدين هنبدأ في التمارين. أنا عن نفسي سخنت بره. أنا معرفتش. أنا هتفرج وهشجعكم وهتعلم منكم. منورنا. بجد منورنا في استوديو أنتِ، وبنبقى مبسوطين كده بالفقرات اللي هي بتدي نشاط وحيوية للناس كده، والناس اللي قاعدة وشغلها كله بالعربية وشغلها كله على مكاتب، لا تفك كده معاه. أنا عن نفسي اشتركت في الجيم سنة وانا كده خلاص عملت اللي عليا، كل ما الاشتراك يخلص اروح اجدده وخلاص، يعني اقطع نفسي. لا ازاي اعمل ايه؟ لا لازم تنزل. انما ما بروحش، واكيد في ستات كتير قوي من رتم الحياه السريع ما بيروحوش برضو ولا بيمارسوا الرياضه. ما دي من ضمن الاخطاء اللي بتحصل، يعني احنا مشاغل الدنيا كتيره طبعا، وكلنا ورانا التزامات ورانا بيت ورانا حاجات، بس في حاجه لنفسي، لازم يبقى في حاجه بتاعتي انا. جسمي محتاج حاجه اعملها على مدار اليوم. انت مهلكه مضغوطه، حاجات كتير قوي شغلاكي، هعمل ايه بقى؟ الجيم. الجيم انت بتلاقي اصحاب، بتلاقي رياضه بتلعبيها بتفكي فيها جسمك وبتطلعي فيها طاقتك. ف الرياضة حلوة، بس جربي الأول شوفي نفسك هتشتغلي إيه وهتحبي إيه، والدنيا إن شاء الله. خصوصا إن الجيم في كلاسز كتير، في حاجات كتير مختلفة، ده غير ال اللي هو في كلاسز مختلفة، وفي ايروبكس غير الأجهزة، في ماشينز وفي فلو، في كذا حاجة بتتعمل. بس خليني بقى الأول أسألك يا زوزو كده، حكايتك بدأت إزاي مع الايروبكس والرياضة، وبدأتي إمتى؟ بالنسبة للرياضة في العموم، أنا من صغري بحب الرياضة، يعني أنا بحب يعني الرياضية من شوية. يعني أنا جسمي فيه حركة كتير، يعني بحب أتحرك كتير، فبحب الرياضة من صغري. في المدرسة مثلا تلاقيني في حصة الألعاب دي أنزل ألعب، يعني في وسط زمايلي كنت أنا حد قوي يعني في اللعب. بعد كده بقى طبعا بعد الجواز والخلفه بقى والمسؤوليات بقى اللي هي بقى فيها زياده في الوزن، بدات اخد بالي ان انا لا في مشكله هتحصل في جسمي، لا لازم ابدا باخد بالي وانتبه، وخصوصا اني مثلا ممكن تكون في جينات في العيله استعداد وراثي. فهي انا خفت طبعا وقلقت، وطبعا حابه جسمي يفضل زي ما هو، وافضل بصحتي وافضل محافظه على نفسي. تفضلي خفيفه تقدري تتحركي طول عمري. فكره ان انا عايزه ابقى قريبه من بنتي، لو انا يعني كان حلمي طبعا ان انا كلنا كستات بنحب ان احنا عندنا طفله بنوته نلعب بيها، هي العروسه بتاعتها. دي كانت اول طفلتي صفا، اول طفلتي اول لعبتي، ربنا يخليها لك يا رب. فعايزاها دايما تبقى معايا في كل حاجه معايا. فاحنا فعلا حببتيها بقى في الرياضه، وهي معايا من وهي يعني زمان ما كانش فيه على ايامها صفا مواليد 2000، وهي بقى صفا دلوقتي معاكي في الجيم وفي الكلاسات كلها وكده، وفعلا امنيتك ما شاء الله الله اكبر اتحققت، ويا رب يخليكم لبعض يعني دايما كابتن وكو كابتن الله. حلو قوي. صفا انت صفا يعني ماما بتقول ان من وانت صغيره وانت بتتمرني معاها، كنت بتشوفي وانت صغيره التمارين اللي بتعملها ماما، وماما وسط الناس وهي بتمرنهم بتبقى عامله، يعني انت كنت حابه ان انت تبقي زي ماما ولا يعني حاجه كنت تانية؟ بحب دايما، يعني كانت دايما هي تاخدني في الكلاسز وكده، وانا كمان بحب الدانس والميوزك والكلام ده، فكنت دايما اجيب فيديوز واقعد اتفرج واحاول اقلد، يعني كنت بحب اقلد قوي. فطبعا كنت بنزل معاها، يعني حرفيا هي كانت بتقعدني بالعافيه، يعني اللي هو اقعدي بقى اقعدي. انت كنت انت حابه الحركه وتعملي معاها فيلم زوزو، خلي بالك من زوزو، فهي كانت تاخد الدور دايما، يعني لما انا احس اني تعبت ابص لها بس كده تفهم. اقعدي يا ست الكل، انت القطه الجو. طب احنا بقى عايزين نشوف بقى عمل ايه دلوقتي، يلا بينا يلا بينا.
يعني نشتغل شويه اول بقى تمرين انتوا الاثنين مع بعض. اه ان شاء الله ورونا بقى. يلا احنا مبدئيا في البيت طبعا كأي حد موجود في البيت مش المفروض ان انا اقوم العب رياضه مره واحده. المفروض ان انا بسخن جسمي شويه، فالتسخين ده انا وصفا هنعمل تسخين دلوقتي. طيب يبقى زي ما قلنا بقى للبنات والستات اجهزوا معانا وسخنوا، احنا هنشوف حتى كمان خطوات التسخين بتبقى عامله ازاي معانا على الهواء. اتفضلي اتفضلي يا صفا، اتفضلي يا زوزو. انا نفسي نجيب كلوز والله على وشكم عشان انا متاكده ان الجمهور هيتلخبط مين صفا ومين زوزو. انت عارفاهم من بعض؟ انا تقريبا اللي لابسه اخضر هي زوزو. ما شاء الله. لا اللي انا قصدي تعرفي الام من بنتها. ما شاء الله هي زوزو. احنا هنلف لكم بقى كده عشان ايه نتفرج عليكم. في البدايه هنبدا يا زوزو ازاي؟ احنا في الاول بنسخن جسم من فوق، نسخن جسمنا من فوق. تبداي تسخني تسخين للرقبه، تسخين نعمل استرتشات الطلوع الاول، نشد الرقبه يمين، بنعد ثواني ونرجع شمال، نعد ثواني، شد ايديكي حلو بايديكي الراس حلو قدام، نرجع بالدقن لورا، هننزل ايدينا ورا. احنا كنا بدأنا بتسخين لفقرات الرقبة وبعد كده دلوقتي فقرات الظهر للايدين. وادي الايدين هميل سايد، هميل انا ممكن اميل بدراعي بس. الناحية التانية دي حاجات بسيطة جدا نقدر نسخن بيها جسمنا وكتفنا. بعد كده هنحرك ايدينا ورجلينا. يلا صفا ممكن نعمل تويست. انا الحركه البديله بتاعتها ممكن، بس ان انا لو انا مش قادره عشان ظهري، عشان ظهري حاجات بسيطه. اهم حاجه مش لازم يعني كبار السن ينزلوا تحت خالص عشان السن، مش لازم ان انا جسمي كله يلف مره واحده. تمام. والرجل تكون مفروده اهم حاجه عشان اوصل للارض اتني ركبتي. مش مهم توصلي في الارض في الاول، بس اهم حاجه اعمل ستريتش لرجلي من ورا. ممكن احط ايدي لو قدرت اوصل لها، وفي نفس الوقت ايدي ورجلي مفرودين للاخر. هبص فوق عكس. اهم حاجه وانت بتعملي التمرين ما تضغطيش على نفسك عشان مفيش عضله تطق او حاجه تتحرك من مكانها. في البيت احنا دايما حركتنا تبقى هاديه، ما تبقاش سريعه، يعني تبقى حاجات على قد جسمي على قد طاقتي. لو هنزل بقى الجيم الكلاس بيشتغل معانا. ايدي فوق، ضم رجلين، اضم رجلي وانزل واحده واحده المس الارض. لو ما قدرتش المس الارض عادي، اهم حاجه ظهري يكون مفرود والرجل كمان مفروده. ما اكتبش ظهري خالص، بصه دايما راسي بصه لقدام عشان ظهري ما يتنيش معايا وقت بطلع. كل دي استرتشات بقى، كل دي تمرين لفقرات وعضلات الجسم على اساس ان اعرف اشتغل بعد كده حركات سريعه بقى. يلا يلا. ها صفا لو هتعمل جامبن جاكس هعمل انا حركه بديله. اوكي، عشان لو في حد عنده اصابه في ركبته او كده ومش هيقدر طبعا ينط، احنا هنعمل الحركات دي بتاخد لها وقت 30 ثانية تسخين. يعني أنا دلوقتي بدأت الجامبن جاكس 30 ثانية، أقعد 30 ثانية بشغل جسمي حركات سريعة. حلو. أو زي ما صفا عملت جامبن جاكس. زي ما وضحنا ووضحوا قبل كده صفا وزوزو إنه الحركة اللي بتعملها صفا للسلام تماما، الحركة اللي بتعملها زوزو اللي بتعملها عندها لو مشكلة. حد مش قادر أو عنده مشكلة أو لسه أو مبتدئ ومش عارف يشتغل بنفس القوة. طيب بعد كده ايه؟ ممكن هنعمل افتح رجلي شويه، ايدي هنا وهبدا ايد عكس رجل واطلع ايد عكس رجل. ها. ايد عكس رجل بالراحه بالراحه. كام بقى عدى؟ ممكن نشتغل 30 عدى. اوكي. اهم حاجه هنمشي عدات 30 او وقت 30. حلو. اوكي. لا انتوا كملوا عادي واحنا بنسالكم يعني. مفيش مشكله. تمام. ممكن نعمل الباك ورا. الباك ورا عادي، اشغل جسمي. انا شايفه الناس ورا الكاميرات بداوا يتمرنوا هم. برافو. اه كملي.
شاطر يا صلاح. ممكن نشتغل مثلا سكوات وجامب. السكوات والجامب مع صفا. انا هطلع بعمل سكوات عادي دي بقى بجامب اب، انا الكرسي كاني هذا الكرسي أب. واطلع على كعب رجلي، اقفل مشط الرجل، ارفع الكعب لفوق. منتشره جدا تمرينات السكوات يا زوزو على السوشيال ميديا، فمهم ان احنا فعلا نعرف احنا بنعمل صح ولا غلط، لانه يعني اللي باين لنا على الفيديوهات ان احنا في حد بيوطي، بس في حد دايما بينزل كده. الفرق بقى بين ركبتي ومشط رجلي والكلام ده ازاي؟ بصي معظم الغلطات بتبقى يا اما حد بينزل قدام ايوه فركبته بيعمل اصابه بعدين في الركبه فانا عشان اظبط نزلتي بفتحه رجلي مشط رجلي باص قدام الهاب برميها ورا واحده واحده وكاني هقعد على كرسي، عشان كده بنقول في الاول كانك بتقعدي على كرسي وترجع اكنك بتقعدي على كرسي والكرسي ده وراكي. وركزوا يا بنات نزول التمرين ده علشان التمرين ده حلو قوي للجسم، وخلوا بالكم كمان بلاش تعملوه غلط. واطلع صفا بتعمل جام، انا هعمل كده، انا شغلت عضلات الرجلين من فوق لتحت. صفا ده يعتبر بالنسبه لها سكوات وكارديو، ليه؟ لان الجامب كارديو والسكوات طبعا اللي هي النازله اللي هي برضو للرجلين واخده العضلات. طب ايه بقى التمرين اللي بعده؟ التمرين ده خلاص كده خلوا بالكم بس منه عشان ده التمرين حلو على فكره طيب للجسم كله. ممكن بعد كده الجناب، هنشتغل جناب، نشتغل جناب. صفا اشتغلي الجناب بالطريقه الثانيه بتاعتنا. ممكن هفتح رجلي شويه وهنزل وهثبت جسمي من فوق. ايوه انا واقفه عادي بعمل هنزل جنب الجزء اللي فوق كل ده. اهم حاجه حلو رجلي ما تلفش معايا بالشكل ده، اثبت جسمي من تحت حلو قوي وبشد عضلات جسمي كلها. ده فايدته ايه يا صفا؟ ده عشان اللاف هاندلز ده للكور كله الكور، فعشان كده لازم يعني ابقى شد عضلات بطني. هتحسي بشغل لو انت شغاله هتحسي بوجع هنا في الجناب بالذات جنبك حتى هنا وانا شغاله انا جنب هنا. ها هنزل جنب هنزل جنب، هنعد برضو 30. اهم حاجه في التمرين تبقي بتاخدي نفسك حلو قوي، محدش يهمل النفس، لان نفسك ده هيخليكي قادره تكملي التمرين. باخد نفس دايما مراخيري واطلعه من بقي. ظبطي نفسك وانت شغاله لان ده هيساعدك انت تكملي التمرين من غير ما تتعبي مره واحده تحسي نفسك مش عارفه تاخدي النفس، نفسك بتاخديه بصعوبه. كده احنا يعتبر عملنا وورمنج للعضلات كلها. ممكن نبدا نشتغل ده كان التسخين، ده كده تسخين لعضلات جسمنا. واحنا كده خلاص يعني جسمنا بدا مستعد للتمرينه، سواء بقى ابس او ليج او ابر بادي، احنا كده مستعدين نشتغل اي حاجه فيها. هتشتغلوا ايه بقى؟ طيب احنا ممكن نشتغل على الابس. تحبوا اساعدكم اجيب لكم المات؟ هو يا ريت. حاضر هساعدكم اجيب لكم المات. انا هستاذن استاذ محمود، انا هقوم من كادري واجيب المات. انتم مقسمين تمارين ليكم وتمارين لصفا مش كده؟ تمام اوكي. دلوقتي صفا ولا زوزو؟ صفا 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 هي كده صفا. طيب اتفضلي انت بقى يا زوزو. انا هسيب صفا تشتغل تمرينه وانا هرجع بعد كده. اوكي هنبدا يعني اول حاجه تمارين البط. اهم حاجه هقعد رجلي هنام خالص على الارض، ايدي هتتحط يعني ايدي هتتحط ورا راسي بالمنظر ده تمام من هنا. اوكي اهم حاجه وانا طالعه ما ازقش رقبتي لقدام، يعني انا مش عايزه الرقبه تتني لقدام، انا بطلع بالجسم بس بالشست من فوق. ده اول عضلتين من البطن. هنام. هتريني لما بعمل التمرين ده غلط رقبتي بتوجعني. ايوه لان معظم الناس بتمسك رقبتها وتعمل كده وتطلع بيها بتعمل كده، فده ده غلط. لازم بطلع، حتى انت بتحسي برعشه هنا في بطنك. انت كده شغاله صح.
ساعتها عضلات البطن هي اللي بتبقى بترفعك. بالظبط كده. القبر فوق هو اللي شغال. عضلات البطن العلوية. أيوة. ممكن كل تمرينة من دول أعملهم مثلاً في الأول 10 عدات مثلاً في 3 مجاميع، 10 وأريح وكده أعمل 10 تانيين وأريح عشان أقدر أكمل تمرين. طبعاً لو أنت قادرة تكملي أكتر من كده ممكن تعملي عدات أكتر من كده بكتير. تاني تمرينة إيدي هتكون مفرودة وهطلع أب فوق، اهم حاجة افرد ظهري معايا، مش عايزة حد يطلع. اعمل كده، افردي جسمك من فوق. الديسك. هو ممكن نبقى شايلين وزن كمان وانت طالعة يعني. ده يعني تمرين ممكن ده يبقى اصعب شوية الناس. بحط ايدي هنا جنب جسمي، مش بعيد، يبقى جنب جسمي، فردة دراعي وضمة رجلي الاثنين، فردة ظهري، هرفع رجلي اب شوية وفردة ظهري. اهم حاجة محدش يعمل كده، فردة ظهري، بفرد بطني، بفرد بطني. ده للعضلات بقى البطن. ده بقى ده العضلات بطني السفلية كلها. بس ده ادفانس شوية، فاحنا ممكن نبدله بحاجات بسيطة شوية. يعني ممكن ننام ونحط ايدينا تحت جسمنا ونفرد. ايوه اوكي. ونطلع هي طبعا مش هتبان في الكوتشي، بس رجلي بتكون يعني مش هتبقى كده، تبقى مفروده، مش رجلي المفروض. ايوه بالظبط، عشان تشد كل عضلات بطني. لو عملتي كده مش هتحسي قوي بالتمرين، لازم مشتي مفرود. اوكي ممكن برضو للكور شبه اللي احنا اشتغلناه واحنا فوق شويه، وده برضو ادفانس شويه. برضو برفع رجلي، او لو مش هنقدر نرفع رجلينا ممكن نثبت رجلينا على الارض، ممكن نخليها على الكعب شويه، وايدي بالمسافه دي انا هبعد شويه عن جسمي وهي تبقى هنا، وهلف يمين وشمال. اهم حاجه ظهري يكون مفرود وارجع بظهري لورا يمين وشمال. طبعا قدرت امسك كوره او ويت او اي حاجه ده هيساعدني اكتر برضو. يمين وشمال. ولو عايزين نصعبه شويه بنرفع رجلينا يبقى اصعب. وارجع ورا. طبعا الحاجه اللي في النص ده بقى بيخسس انهي منطقه في الجسم؟ كل ده اللي احنا اشتغلناه بطن. كل ده بطن بالكور. كل ده بطن. بطن بقى علويه وسفليه وكل حاجه. انت يعتبر جبتي البطن كلها. بالظبط كده. انا بسال على الحاجه اللي ممكن نستخدمها علشان خاطر نتقل شويه، فممكن عندنا يبقى ممكن نستخدم دامبلز. اهي الدامبلز. ممكن نستخدم ازايز ميه، ازازه تبقى لتر مثلا او لتر ونص. في حاجات لا في، وممكن لعبه من لعب الولاد تبقى تقيله مثلا شويه. المهم ان يبقى معاكي وزن انت عارفه الوزن ده قد ايه بالظبط. ممكن مخده صغيره في ايدي وامشي بيها يعني. شكلك بس هي كبدايه. بتدفعي الاشتراك وتروحي؟ بدفع وبروح. بتدفعي وما بتروحيش زي بدفع وبروح، بس مش منتظمه قوي، بس لا بروح بتمرن بصراحه. وممكن في تمرين تاني. تمرين ايه يا صفا دلوقتي؟ حلو. بلانك. يعني ناس كتير قوي بتسمع البلانك بتخاف وتقول ايه مش هعمله، بس هو يعني من اكثر التمارين المفيده للجسم. ممكن اقعد 10 ثواني على بعض. لا يعني نعمل مثلا 20 ونبدا نعلى واحده واحده بالليفل لحد ما نوصل لدقيقتين كده يعني. اهم حاجه ايدي، لان في ناس كتير بتعمل كده. ايدي الاثنين هنا، لازم الايد مفروده كمان على الكوع والمشط ورا والكوع مرفوع، والكوع يكون مرفوع. ده انت كده مركزه على التمرين اكتر. طبعا في ناس بتقوم منزله وسطها عامله كده. انت كده ما بتعمليش اي حاجه، برفع فوق الهب، واهم حاجه راسي ما تبقاش تحت، راسي فوق، شد عضلات ظهري ببطني كلها عشان استفاد بالتمرين اكتر حاجه انا عايزاها. لمده 10 ثواني مثلا. نعمل 10 ثواني 20 ثانيه حسب اللي تقدري عليه. وممكن لو في ناس طبعا بيبقى عندها مشاكل وما بتقدرش تعمل البلانك، لان هو يعني طبعا يا صفا انت تعبتي بقى كده. زوزو بقى تكمل. يلا يا زوزو. هي صفا كده خلصي التمارين يعني. أوكي. التمارين دي ليها وقت وهنكمل العدات بتاعتنا والوقت بتاعنا. بالظبط. عايزه تاخدي الدمبل معاكي؟ بتتروح بقى من اربع مثلا عدات ولا ثلاث عدات ولا اربع عدات؟ العده الواحده بيبقى فيها 20 مره مثلا.
تلات مجموعات صفر. مجموعات أيوة. المجموعات كل مجموعة فيها 20 عدة 15 عدة زي ما هتعديها. قولي لهم بقى في الكاميرا يا زوزو. حاضر. طبعا المجموعة اللي صفا اشتغلتها دي التمارين دي كلها بنشتغلها ورا بعضها، وكل تمرينة بتبقى عدات ومجموعات، تلات مجموعات في 30 عدة. يعني البلانك هناخد 30 ثانية مثلا أو 10 ثواني، هريح وارجع تاني اشتغل تاني بلانك، او المجموعه كلها تتعمل ورا بعضها كل التمارين ورا بعضها وارجع اعيدهم تاني مرتين تاني، يعني المجموعه كلها تتعاد تاني مع بعضها ثلاث مرات. بعد ما اخلص كل ده المفروض ان انا لازم اريح جسمي، لازم اعمل استرتشات اشد بقى جسمي وابدا ارتاح، لف الكتف لورا وارجع تاني قدام كده، انا بريح عضلات جسمي اللي انا اشتغلت عليها. شد دراعي الناحيه الثانيه، بنعد بثواني. ده عشان نفك الجسم بعد ما خلصنا عشان التمرين، عشان دي استرتشات عشان نريح جسمنا من شغل العضلات اللي احنا اشتغلناها، عشان ما يحصلش شد يعني عضلي ولا الم جامد بعد ما نرجع من الجيم. وايدي ورا، ايدي لازم تبقى ورا في نص ظهري وارفع. يا جماعه الاسترتش اهم حاجه، لان انت بعد ما اجهدتي العضله دي محتاجه ان انت تريحيها عشان تقدري تكملي يومك بعد كده. ناس كتير وارجع رجليا جسمي وجعني، شد رجلي انت عشان ما عملتيش استرتش، خاصه قلل شويه من الوجع بتاع التمرين. طبعا الناحيه الثانيه بنفك من اول مشط الرجل. ايوه هرجع ورا، مفروض ان انا قادره اسند اسند، مش قادره خلاص اسند، المهم ان انا اسند على حاجه وارفع رجلي من ورا. تمام؟ تمام. رجلي الثانيه نفس الكلام وارفع رجلي ورا. هنزل شويه على الارض، المفروض ان انا بفرد ظهري، هاتني الركبه وابدا امسك مشط الرجل قدام وارجع الف جنب. شدي رجليا عكس رجلي الثانيه، شد رجلي من قدام لف جنب رجلي الاثنين هشدهم لقدام ممكن بقى نقعد نربع رجلينا ناخد نفس تاني تالت مرة رابع مرة احاول انزل بايدي لابعد مسافة وانزل براسي على الارض ارجع افرد جسمي ده الاثنين جنب هنزل بقوية على الأرض واخد ايدي جنب الناحية التانية واخد ايدي جنب كده. احنا عملنا استريتشات لكل العضلات اللي احنا اشتغلنا عليها، سواء حلو قوي دراع او بطن او رجل. تعالي بقى يا زوزو، يلا يا زوزو احنا عايزين والله بجد يعني شايفين يا ستات يلي قاعدين في البيوت يعني ما شاء الله يعني عملت اهي الست ولا في اي حاجه ما شاء الله يعني وكلنا بنعمل يعني انزلي كده فكي نفسك كده وفكي جسمك او اعملي التمارين في البيت. مهم قوي قوي موضوع التمارين ده، ومهم كل خطوه تركزوا فيها، كل خطوه عملوها زوزو وصفا قدامنا دلوقتي ان انتوا تركزوا فيها، تركزوا في العدات، تركزوا في التسخين. البداية التسخين مهم قوي قوي، وكمان بعد كده لما بنفك الجسم اللي عملته زوزو دلوقتي قدامنا ده برده مهم جدا عشان لما تروحوا من الجيم او كده او لما تخلصوا تمرين ما تتعبوش، ما تحسيش بتعب وتقولي انا تعبت ايه ده انا مش قادره، وبعد اول يوم تمرين اروح انام عليها اسبوع وما انزلش تاني زي ما بنشترك بيحصل ويحصل لا انا تعبت لا انا جسمي وجعني.
المشكله اللي بتحصل ان انت ممكن تبقي داخله الجيم متحمسه فبتخشي بقى تشتغلي كل حاجه فبلعب كل حاجه فعضلاتي بتنهار تروحي طبعا ما عملتيش الشغل بالظبط زي ما احنا المطلوب الورم وبعدين التمرين وبعدين الاسترتش. تمام، احنا بنشكرك جدا جدا يا زينب، بصراحه بسطنا جدا واستفدنا واستمتعنا بالفقره دي صفا جداً. بجد مبسوطين جدا جدا بيكي واللي انتوا عملتوه اكيد ناس كتير استفادت بيه وان شاء الله اكيد لازم هنكرره تاني. بنشكركم جدا جدا وان شاء الله نتقابل برده فقرات تانيه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا حبيبتي، وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتقابل الحد الجاي في حلقة جديدة إن شاء الله من انتي. باي باي.